بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وما زلنا مع أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع جوامع كلمة صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع هذا الحديث اللي في الحقيقة كل ما أسمع هذا الحديث كأن أنوار بتتفجر في قلبي من كثرة ما في هذا الحديث من معاني وقيم راقية واتزان في الحياة. وهو حديث سيدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. الحديث ده من أهم الأحاديث الذي ينظم حياتنا، وإحنا تكلمنا عن هذا الحديث في المرة الماضية، وتكلمنا عن المعاني والأنوار التي في هذا الحديث، وإزاي هذا الحديث بيجعل الإنسان بيمر بعدة تأهيلات وبعدة مراحل توصله إلى الوصل الرباني، وإزاي إن معنى الاستقامة ده معنى مركزي، وإن هو من أفضل علامات القلوب على الإيمان، من أفضل علامات إيمان القلوب. والاستقامة دي ما بتكونش استقامة بمجرد إن الواحد يتخيلها، ولكن الاستقامة بتجمع ما بين القيم وبين العيش بهذه القيم، هو ده الاستقامة. ولذلك قالوا أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة للعبد هو الاستقامة. ولذلك الاستقامة بتكون هي اللي بتحدد الشخص ده، هل دخل من بوابة أفضل الناس، هل دخل من بوابة أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لابد أن احنا بالاستقامة نتأكد أن هذه الاستقامة تشع النور في حياتنا، ونستمر بهذا النور في حياتنا، نعمر وأيضا نكون رحماء وأيضا ننشر الجمال في حياتنا. احنا متعودين أن احنا لما نحب نتكلم عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نطل بهذا الحديث على حياتنا، ويكون كمان بيشاركنا أحبابنا اللي في الحقيقة محفورين في قلوبنا ومهتمين إن هم يشاركونا ذوق جمال جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة معايا اتنين من أحبابي، من أعز الناس عليا، الباشمهندس أحمد رجائي، ومعايا كمان الأستاذة سلمى عمرو. أستاذ باشمهندس أحمد، إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلاً وسهلاً يا دكتور عمرو. أستاذة سلمى، إزاي حضرتك يا فندم؟ لا بخير. تعالوا نسأل حضراتكم بالترتيب الذكر كده، باشمهندس أحمد، إزاي بتقدر تشوف أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حياتك العملية؟ والله يا دكتور، هو الحديث بيتكلم عن حاجتين مهمين، اللي هو القلب واللسان، وأنا بشوف إن في اتصال جامد ما بين الاثنين، لأن دايماً اللسان بينطق باللي في القلب. يعني دايما بشوف ان في القلب، هو القلب بيبقى محل للقيم، والقلب بيبقى هو دايما اللي بيبعث القيم دي لكل اعضاء الجسم بحيث ان هي تقدر تتعامل بيها، فيقدر يبعث ده على اللسان، فكون ان هو يبعث القيم دي للسان فيقدر ان هو يتكلم بيها، فيقدر يمشي ما بين الناس. خمس حاجات مهمه جدا: يقدر يمشي ما بين الناس بجبر الخواطر، يقدر يمشي ما بين الناس بنشر المحبه، يقدر يمشي ما بين الناس بالشعور بالامان، يقدر يعمل بناء مجتمع سوي، يقدر يكثر البركه. كل ده حاجات يقدر اللسان ان هو يقدر يعملها. ده كلام في غايه الاهميه وفي غايه الروعه. يعني انا استوقفني بس ان انت حضرتك بتقول ان اللسان طبعا جبر الخواطر واضح، لكن اللسان كمان ازاي يعمل امان لمن حولك، لان دوت ممكن يوصلنا بكلام حضره النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. ده بالظبط يا دكتور عمرو، هو لأن أنا دايما البني آدم طول ما هو بيحس باللي حواليه بصدق وبمحبة، ده بيجلب للإنسان الشعور بالأمان، والشعور بالأمان يقدر إن هو يخلي البني آدم يبقى طاقة إنتاجية في المجتمع، يقدر يحصل للإنسان الاتزان. فطول ما أنا حاسس بصدق من اللي حواليا، حاسس بجبر خواطر من اللي حواليا، حاسس بدعم من اللي حواليا، وكل الاشياء دي بتتعمل بيكون دورها الاساسي هو اللسان، فكل الاشياء دي بتجلب عليا الشعور بالامان، فده يقدر يفيدني بان انا اكون طاقه انتاجيه ازيد وازيد.
انا معاك يا استاذه سلمى، انا عارف ان انت متخصصه ومهتمه كمان بكل ما يتعلق باللغه وكل ما يتعلق كمان بالتاهيل التربوي، فحضرتك ازاي بتطبقي ده في حياتك العمليه؟ طيب، هو يعني بشكل اساسي اللي انا بفكر فيه طول الوقت لما بفكر في حفظ اللسان او في الحديث الشريف اللي ذكرناه في الحلقه، انه بفكر ان طول الوقت الانسان عمره ما ندم على الصمت قد ما ندم على الكلام. ايه الكلام الحلو ده؟ ده مهم قوي، ان الانسان عمره يعني ما بيندمش على الصمت قد ما بيندم على الكلام، كلام مهم قوي. ده بلمسه وانا مع الاطفال، لان احيانا الاطفال مش طول الوقت افعال الانسان يقدر يضبط فيها نفسه، فاحيانا بتبقى محتاج تتعصب. طب ما انت عندك كده تحدي مع اولياء الامور، اولياء الامور بيحبوا اولادهم يبينوا عبقريتهم وكلامهم والكلام ده، بتعملي ايه مع اولياء الامور؟ انت كده بتعلمي الاولاد ان هم يخرسوا، يعني عند اولياء الامور كده. على افعالي انا ما اقدرش اتحكم في افعال الغير، انا ما اقدر اتحكم في افعالي انا بشكل كبير، فانا اذا وقعت في موقع ان انا بختار ما بين ان انا اتكلم واقول الشيء اللي ممكن يستفيد ولي الامر ولا اسكت، فساعتها هسكت واحاول امتص غضب الناس اللي حواليا، وباخد ده من باب اللي هو ده احسان في التعامل في علاقتي ما بين وما بين الناس. يعني حضرتك بتقولي لنا دلوقتي ان حضرتك بتحاولي تعملي نموذج للاطفال ان هم يقدروا يديروا نفسهم فيما يتعلق باللسان، ان هو اذا ما كانش قادر يضيف حاجه او يقول كلام كويس يسكت، وما يبقاش السكوت ده احساس بنقص عنده. ده بالعكس، ده هو الضبط لنفسه في المقام الاول وقام بتاثيره في مشاعر الناس اللي قدامه، لان اغلب في اوقات كثيره ما بيكونش سواء الطفل او ولي الامر متقبل الكلام اللي انت هتقوله حتى لو صح. الموضوع مش موضوع انت صح ولا غلط دلوقتي، موضوع يا اما توصل الكلام بطريقه ما تضايقهمش وتراعي مشاعر الناس اللي قدامك، او تحاول تحل صمت تام وتتصرف بطريقه حرفيه او بطريقه فيها سلاسه تجبر بيها خاطر اللي قدامك، وفي نفس الوقت تبقى حققت ان انت ماشي بالخير. الكلام دوت استاذ سلمى انت لسه معانا؟ طيب استاذ سلمى، انا حاسس ان انت حضرتك بتكلميني على حاجه اتى الاثر بيها، انكم اذا رايتم الرجل يطيل الصمت، يعني حضرتك نقلتينا من ان احنا بنتكلم على اللسان الى ان احنا بنتكلم على الصمت كمان، ان الصمت كمان احد اداب التعامل مع اللسان. لانه ده الشقيق بتاع الكلام. يا سلام، يعني الصمت ده شقيق الكلام، يعني احنا اما نتكلم كلاما حسنا او اخد توأم بتاع الكلام الحسن الصمت كده. طيب نرجع تاني اخر سؤال لحضراتكم انتوا الاثنين، نفس السؤال، ايه النصيحه اللي بتقدموه للناس في مجال عملكم فيما يتعلق بهذا الحديث؟ استاذ احمد. انا مع حضرتك يا دكتور. انا اعتقد ان النصيحه ان هي ممكن يكون ان يعني ان احنا ناخد نصيحه سيدنا النبي ان هو لا نحتقرن من المعروف شيء، ان احنا دايما نراقب لساننا، ان احنا دايما نخلي لساننا ما يطلعش منه غير الشيء الداعم، غير الشيء الايجابي، غير الشيء اللي الناس تقدر تبقى عايشه حياه سعيده بيه. ان ازاي ان احنا نقدر نكون دايما داعمين، واعتقد ان ده اول ما هيعود عليا انا بسلام القلب. هيعمل ايه الشخص مع الناس اللي بتتهمه ان هو راجل بيبالغ، راجل بيجامل، ساعات بيوصلوها لانه منافق، يعمل ايه مع الناس اللي تيجي تقول له كده؟ والله انا ارى ان افضل شيء ان هو ياخد كلامهم ويعرضه على نفسه، لو هو صحيح الكلام اللي بيتقال هيقدر ان هو يتصلح من ده، لو غير صحيح ما يلتفتش. فتح الله عليك. استاذه سلمى، هنعمل ايه في مساله ازاي، ايه النصيحه اللي بتقدميها لاولياء الامور في المجال التربوي وكمان في مجال تعليم اللغه في هذا السياق؟ بشكل اساسي الحديث انا يعني هو بيتكلم على الصيانه بشكل اساسي، فاكثر شيء انا
سواء في التدريس او في الحياه العمليه، هو الدعاء، سواء دعاء للنفس، سواء الدعاء للغير، سواء الدعاء للعمل نفسه ان هو يتم بشكل صحيح، لان بحس ان الدعاء هو المطهره بتاعت القلب ومطهره اللسان والذكر، هو دول اللي بيجلوا كل دول وبيخلي الصعب يسير والدنيا بتمشي بالبركه بشكل عجيب يعني. فبما اننا بنتكلم على مطهره اللسان او الحاجه اللي تقرب الانسان اكتر كايمان، فاكيد هي النصيحه الاساسيه هو الدعاء، والناس احيانا بتقصر على انها تدعي حتى لنفسها، بس هو خير عظيم جدا. وبس انا بشكر حضراتكم على هذا الجمال، ووعدوني ان انتوا تكونوا معايا مره تانيه لان كلامكم كان في غايه الاهميه، وشكرا لحضراتكم، وان شاء الله نلتقي مرات ومرات. يا ساده، احنا بنتعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جليل، عامل انا بسميه عامل غزل كده. انا بسمي هذا الحديث هو غزل الجسد، غزل الذات. ازاي غزل الذات؟ شوف كده وحضره النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الروح، الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يستقيم قلبه. يبقى الروح جايه بالايمان، الايمان اللي هو وصل من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد كده ينزل الوصل على القلب، ثم الوصل ده يروح للجسد. ايه الجمال ده؟ الجمال ده بيقول لك ولا يستقيم، لازم يبقى في ميزان. انا عايز اقول لكم الحديث، انا لما بسمع لا يستقيم قلب عبد حتى يستقيم لسانه، انا مش قادر افهم ان احنا بنتكلم عن الجسد بس، لكن بنتكلم كمان عن الجسد وعن العقل، لان استقامه اللسان محتاجه ما يسمى بالقوه العاقله. فكان حضره النبي صلى الله عليه وسلم غزل وجعل الاستقامه، انا بسميه كده، الجسر بين النور وبين الذات. يعني اللي هيغزل الذات كله بالنور، يعني اللي هيخلي الذات كلها مغزوله بالنور، هو الاستقامه. ينزل نور الايمان على قلب العبد، بس قلب العبد لازم يتشرب الايمان ده، نغزل الايمان ده في قلب العبد بالاستقامة، ثم نغزل أنوار القلب بالاستقامة، فيستقيم اللسان اللي هو مجموع ماذا؟ مجموع الجسد والعقل. فكده يجتمع الجسد كله، وكأن ده الحصن الأساسي للنفس الأمارة بالسوء. وعشان كده يجي بعد كده جلاء ذلك في الواقع. إيه الجلاء اللي في الواقع؟ ولا يدخل رجل الجنة إلا إيه؟ لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه؟ هيبتدي بقى ينتشر السلام في الحياة، يبقى ينتشر السلام في الحياة. وهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حاجات كتيرة جدا 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 على ان الانسان لما سئل صلى الله عليه وسلم على افضل الناس، قال ايه حضرة النبي؟ شوف الغزل بقى، مخموم القلب صدوق اللسان. نقف هنا عند مخموم القلب. مخموم القلب يعني ايه؟ الرجل الطيب. طب وايه اللسان وصادق اللسان؟ ايه علاقة مخموم القلب بصادق اللسان؟ فحضرة النبي راح قايل لنا على طول النقي التقي. يعني ايه اللي حاصل؟ وكأن ده صدق اللسان بيحافظ على نقاء القلب، وكأن أحد المغيرات للإنسان عن الفطرة سوء لسانه وعدم صدق لسانه. وهو ده اللي ممكن نجده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يكذب ثم يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وفي حديث آخر يقول إن الكذب لا يهدي إلى الفجور. إيه ده؟ وإن الصدق، وإن الرجل لا يتحرى الصدق، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. ويتقال إيه؟ وإن الصدق يهدي إلى الجنة. إيه ده؟ إيه هذا الغزل؟ طب إيه دور اللسان؟ لأن في الحقيقة لازم نعرف ان اللسان في الحقيقة بيسموه اللسان، زي ما قلنا ان اللسان مغرفة القلب. ولذلك بعض الناس يتصوروا ان اللسان دوت ما بيعبرش غير عن كلمات ممكن تخرج بدون الارادة. ولذلك يجي العلماء ويقولوا خلي بالكم، ركزوا، ان ما في القلب يظهر في فلتات اللسان. وكأن اللسان مش بيعبر بس عن الإرادة الحاضرة، لكن يعبر كمان عن الإرادة الغائبة، يعبر عن اللاوعي. وعشان كده دايما بقول للناس في حاجة اسمها قلب، في حاجة اسمها ايه بقى؟ عقل القلب وقلب العقل.
فلازم نفهم ده، ان في قلب للعقل وقلب للسان. قلب للسان يعني ايه؟ تلاقي واحد لسانه ما طوعهوش. ليه؟ قلبه مستقيم، فلسانه مش مطوعه. ياما شفنا ناس وهم عايزين يتكلموا بالكلام الفاحش ما يقدروش، فيجي واحد يقول له انا اسف يعني مش قادر اقول كلام مش مناسب. ليه؟ عشان قلبه ملك لسانه. وفي لسان للقلب، اللسان اللي بيعبر عن كل القلب، فتجد صحيح هو صامت زي ما قالت الاستاذه سلمى، واحد صامت بس قلبه بيناجي ربه. ففي لسان للقلب، يبقى في قلب للسان وفي لسان للقلب. واحد حضره النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يتكلم وهو صامت يذكر الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي خلى العلماء في حاجه اسمها ايه؟ ذكر القلب. فكان في لسان للقلب، وكان الحديث هنا مش بيكلمنا بس على اللسان الايه؟ على لسان الفم، لكن ممكن كمان ناخده عن ان هو بيكلمنا على لسان القلب كمان. وعشان كده لازم نكون في هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه اللي حاصل؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى الانسان اللي ليه قلب هيكون عنده ذكر. وايه اللي حاصل؟ ويعيش الانسان في هذه الحال مع الله سبحانه وتعالى على الدوام. يبقى تذكروا ان زي ما احنا بنشعر بان في لسان للقلب، في كمان قلب للسان. قلب اللسان عوده ده. حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بكل جميل، ولذلك استودعوا قلوبكم عند الله سبحانه وتعالى يصلحها، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك القلوب دي محل نظر الله سبحانه وتعالى، ولذلك كل ما تطهر قلبك هيصح الكلام اللي بيخرج من لسانك. ولذلك مره سال واحد محمد بن واسع من كبار التابعين، كان جليلا، فساله يا امام ما لي اذا تكلمت لم تتحرك قلوب الناس، وما لك اذا تكلمت بكى الناس وتاثر الناس؟ قال يا ولدي ما خرج من القلب وصل الى القلب. فاصبح اللسان، انا بسمي هنا اللسان، فاصبح اللسان جسر القلوب. يبقى اللسان هنا بيتحول الى جسر القلوب. طب ده هيحصل امتى؟ هيحصل امتى؟ لما يستقيم القلب. ويستقيم القلب امتى؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. لما يتنزع الغل من القلب يوصل الكلام الى القلب، لما يتشال الحقد من القلب الكلام يوصل الى القلب. عايز يبقى عندك لسان لقلبك وقلب للسانك، هقول لك على اربع حاجات. اول حاجه عشان يبقى عندك استقامه للسان واستقامه للقلب، ويبقى دول مغزولين، استقامه القلب واستقامه اللسان، فيبقى في قلب للسان وفي لسان للقلب يكلم الله سبحانه وتعالى، زي ما اتكلمت استاذه سلمى في الكلام عن الدعاء. اول حاجه، لا تعرض على اذنك ما لا يحب الله. توقف عن استماع الاشياء السيئه، بما في ذلك توقف عن الاستماع عن الاخبار السيئه. يعني ما تقعدش بقى تقلب في الفيسبوك ده واحد قتل، ده واحد نهب، ده واحد كذا، ده واحد كذا. القلب كله بقى ايه؟ ما بقاش مستقيم. يبقى اول حاجه امتنع عن الاسماء، عن انا دايما بسميه امتنع عن سماع السواد، ما تسمعش الأشياء السوداء. تاني حاجة، تعلم دائما حسن التعبير، نوع في تعبيراتك، ما تبقاش معبر بطريقة واحدة بس، ولكن عليك وأنت تعبر اغمس التعبير في الجمال. الحاجة الثالثة اللي أنت هتعملها فيستقيم اللسان ويستقيم القلب، إيه اللي حاصل؟ اجعل لسانك دائما خلف فعلك، تخليش لسانك الاول وبعدين فعلك، لا، اجعل لسانك دائما خلف فعلك، لان انت لو عملت كده هيهديك ده الى الصدق. واخر حاجه، اوعى تقبل لوم احد في كلمه حلوه. افضل تكلم كلام حلو، ولا تسمع لكلام احد يلومك في كلمه حلوه قلتها لانسان. ما تخليش حد يقول لك ده فلان مش مستحق، ده الراجل تصدق بصدقه على غني، ومره تصدق على عاهره، ومرة تصدق على سارق، والله سبحانه وتعالى قبل هذه الصدقات.
امدحوا الناس بحلو الكلام فإن هذا يصل إلى الرحمن قبل أن يصل إلى الآذان. امدحوا الناس بحسن الكلام فإن هذا يصل إلى الرحمن قبل أن يصل إلى الآذان. يا رب اجعلنا دائما من أهل الإحسان، واجعل ألسنتنا مستقيمة، واجعل قلوبنا مستقيمة تستقبل جمال وجهك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين.